مساكم الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا بكل من يشاهدنا الآن على شاشة الرأي. من السياسة إلى المواضيع الإنسانية، من أساسة إلى أولياء أمور المعاقين وذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة. في فبراير 2010 استبشر الجميع خير والكل بارك وأقر قانون المعاقين، لكن وبعد سنة من هذا التاريخ بدأت بعض المثالب، بعض المشكلات تظهر، وبدأ صوت أولياء الأمور والمعاقين أنفسهم والمتضررين يتعالى. الأسبوع اللي فات كان من الملفت أن النواب بدأوا بالتصعيد، أولياء الأمور بدأوا بالتصعيد، البعض توجه إلى مجلس الأمة. نحن في لقاء الرأي حبينا يكونون معنا أولياء الأمور المسؤولين المهتمين بهذا الموضوع لإيصال قضيتهم. ما احنا مع طرف ضد طرف، نبي نحاول نسمع، نحط المشكلة قدام المشاهد والحكم بالنهاية لمن يشاهدنا على شاشة الرأي. حياكم الله ضيوفنا، حياك الله معي الأستاذ الفاضل علي ثويني، عضو اللجنة الوطنية لحماية المعاقين، يا هلا وأيضا حياك الله معي الأستاذ نواف سويت، رئيس الجمعية الكويتية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الله يا هلا ومرحبا. قبل ما أبدأ بالقضية وتفاصيلها، أبي شرح بسيط للمشاهد اللي ما يعرف اللجنة الوطنية لحماية المعاقين. شنو دوركم؟ منو أنتوا؟ شنو سبب اهتمام الأستاذ علي ثويني في قضية المعاقين؟ اهتمام علي ثويني في قضايا المعاقين، كنت أنا من تقريبا بالتسعينات كنت في إدارة مدارس التربية الخاصة، نعم، كنت مدرس، وبعدها كنت متطوع في نادي الصوم، جمعية المكوفين، نادي المعاقين، ولي عدة برامج حتى في أنشطة من خلال بعض مؤسسات المجتمع المدني. عايش معهم؟ إيه. كذلك تم تأسيس لجنة كانت اسمها اللجنة الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، بعدين بدأنا نأسسها أو نطلب إشهارها تحت اسم الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين. ثم شكلنا رابطة من المؤسسات التي ترعى في مجال المعاقين، اللي هي نادي الصوم ونادي المعاقين وجمعية المكوفين والجمعيات اللي تحت الأشهار. من خلالها شكلنا لجنة اسمها اللجنة الوطنية لحماية قانون المعاقين. نعم. بعد ما حسوا أن القانون يحتاج لحماية، نعم، سواء حماية من أقطاب السياسية أو الاقتصادية أو الإهمال أو التأجيل أو تغيير بعض المفاهيم، كل هذه الأمور استدعت وجود لجنة اسمها اللجنة الوطنية حماية قانون المعاقين، أعضائها من الجهات المشهرة وغير المشهرة. نعم. وش كثر صار لكم تعملون في هذه اللجنة؟ هذه اللجنة تشكلت تقريبا من شهرين بس، من شهر، لكن الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين اللي أنا أيضا عضو فيها، نعم، صار لها من 2003. واضح. أستاذ نواف، ماذا عنكم في الجمعية الكويتية لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ والله أخي عبد الله، شوف، إحنا بالنسبة لنا نحاول نبذل قصارى جهدنا، نتعاون مع الإخوان الجمعيات كلها، نعم، من أجل المصلحة العامة، اللي هي ان نوصل صوتنا للجهات المسؤوله للشيء اللي يهم الطفل المعاق. واكون وياك شويه اوضح، احنا جمعيتنا تهتم في كل الاطفال اقل من 18 سنه، نعم، هذا مشروع جمعيتنا وهذا نظامنا الاساسي، بس طبعا تهمنا كل قضايا المعاقين يعني بصفه عامه، يعني تدخل فيها بما انها قضايا معاقين، نعم، ولكن اللي يميزنا عن جمعيات الاخوان الثانيه اللي اهتمامنا اللي عمره اقل من 18 سنه، ولذلك دائما نتواصل مع اولياء امورهم، عارف شلون يكون التواصل بيننا احنا كاولياء امور. وانت عايش هذه المعاناه؟ إيه، حاسس فيها. انا عندي طفل صغير حاليا عمره 4 سنوات، عنده اعاقه، نعم، عنده اعاقه، عرفت شلون؟ نعم. فانا تقريبا صارنا الحين سنتين، طبعا جمعيه غير مشهره، يعني صارنا تقريبا سنتين قاعد نشتغل في موضوع اللي هو شلون نوفر خدمات حق الاطفال اللي هم اقل من 18 سنه. وبيني وبينك يا اخ عبد الله، يعني ما يحس بالشخص بالشغله الا ما يكون عنده مثلا طفل معاق، يشوف احتياجات ايش يبي ما يبي، عرفت شلون؟ نعم. شنو يحتاج شنو ما يحتاج قدام عينك بالبيت انت تعرف، بس يعني يمكن الناس برا ما يدرون شنو يحتاج شنو ما يحتاج. يعني هل تمثل اليوم معنا في لقاء الرأي شريحة كبيرة؟ عشان أكون صادق معك ومع السادة المشاهدين، اليوم لما أعلننا عن ضيوفنا كان في العديد من الأطراف يقول لا إحنا نحن من يمثل المعاقين، وطرف آخر يقول إحنا من يمثل المعاقين، وطرف آخر يقول إحنا اللي نعاني المعاناة الحقيقية. فماني عارف بالضبط من يمثل المعاقين. أخوي عبد الله، ما فيها شيء، ترى الساحة تسع الجميع. نعم. العمل من أجل مصلحة وطنية مثل هذه الساحة تسع الجميع. نعم. الله يحيي الكل. بالعكس، بارك الله فيهم واحنا نثني عليهم،
واذا كانوا يعني مثل ما تقول جمعيات مشهره قصدك يعني جمعيات مشهره او الله مبارك اصحاب شان يتواصلون معنا احنا نعم. احنا هذا انا موجود قدامك انا اتمنى منهم يتواصلوا معنا يبونا احنا نتواصل معهم ونروح لهم في تعاون حاضرين في تعاون حاضرين نعم. في تعاون ولكن نتمنى نطور هالتعاون لشيء ايجابي ينفع القانون مالنا الحين قانوننا معطل المفروض نعم. احنا كجمعيات مشهره غير مشهره ما دام قانوننا معطل خلاص نتفق كلنا انتهى الموضوع ما عندنا شيء عندنا قانوننا علشان الغير ما يستغل القانون في توجيه اغراض سياسيه سواء استجوابات ولا غيره قانوننا معطل احنا نتدخل واضح ما عندكم اهداف سياسيه احنا قضايا انسانيه نعم. نخدم فيها المعاقين وفينا حساسيه من هالقضيه فدائما ندرس خطواتنا اول باول ودائما ننبه حتى السياسيين والاقطاب السياسيه والحركات السياسيه ان احنا مطالبنا انسانيه تخص المعاقين فلا تقلقصونا في قضاياكم او في تجاذباتكم السياسيه لا ما بينكم بين بعض ولا بينكم بين الحكومه اللي يقدر يساعدنا في تفعيل قانوننا احنا ابوابنا وقلوبنا مفتوحه له اللي جيرنا سواء مو بس اعضاء مجلس امه قنوات فضائيه صحف شخصيات فاعله احنا يجب ان لا نكون طرف ضد طرف اخر او لا حد يستخدم السلاح ضد الاخر نعم. احنا قضيه انسانيه نبي فيها تفعيل قانوننا ماده ماده اللي بيجي ويانا ويساعدنا اهلا وسهلا من ايا كان من شرائح المجتمع جميل. واحنا نشكر الجميع على بذلهم جميع نشكرهم فردا فردا في الكويت يعني على الرغم من اللي فهمته من كلامك ان ما تبون الساسة ما يعني يسعدون على ظهركم في هذه القضية إلا أنكم توجهتوا إلى مجلس الأمة واعتصمتوا في المكان اللي فيه نواب مجلس الأمة فيعني كانكم تطلبون العون احنا ما اعتصمنا احنا دم تم يعني دعوتنا نعم. زين استضافتنا في هذا المجلس شوف في قضية لازم نفهمها عدل هناك أعضاء مجلس الأمة وهناك مؤسسات سياسية وغير سياسية وكذا تحاول إنها تساعدنا توقف معانا عليها بالعافية تقوم بمساعدتنا لكن احنا ما يجب ان نستخدم كتوجه سياسي او ك جميل يعني اذا انت فاهمني اكثر واضح اي اما ان احنا نمحي دورهم ان يساعدونا لا خلي يساعدونا جميع طوائف المجتمع عليها تساعدنا علي الثواني يقول بان لا يقبل ولا تقبلون بان يتم استغلالكم في ضرب اطراف ولا او دخولكم في الحسبة السياسية بعد اكثر من سنة على اقرار هذا القانون سمعنا بأنكم مستائين وصوتكم أصبح عالي والنواب أيضا صوتهم أصبح عالي معقولة حتى الساعة ومن فبراير 2010 حتى اليوم القانون غير مطبق احنا قعدنا مع الدكتور الفاضل جزاه الله خير مدير عام الهيئة نعم وقعد ويانا واجتمعنا في رمضان الدكتور جاسم التمام نعم نعم وفتح ايده لنا فتح صدره لنا وقال انا وياكم على طول الخط له 10% وياكم الحق انا وياكم فيه جميل زين قلنا اوكي اعلنا اول شيء مبدانا ان تعيينه مخالف لماده 51 هذا ما نقدر عليه لكن بدام يانا وفتح ايده لنا قلنا نتفضل احنا وياك حتى طلعنا بيان ان احنا معاك وتقييمك بعد 6 اشهر نعم. هذا التقييم عفوا الماده 51 اللي هي شنو اللي هي تعيين مدير عام الهيئه اي اين المخالفه في تعيينه شروط وهي التشخيص والتاهيل نعم. ها والرعايه نعم. هناك شروط اللي يستلمها فقلنا احنا 6 اشهر ونقيم نعم. ادائك نعم. اذا تم تفعيل القانون نعم. احنا وياك نعم. زين اذا ما في مضره علينا احنا وياك نعم. زين وهل من 6 اشهر احنا وياك بعد فقال لا اعطوني شهرين بس قلنا لا احنا 6 اشهر ثم نقيم نعم. كاحنا يعني احنا الفئه المستهدفه كمعاقين فبعد 6 اشهر يوم شفنا ان لا والله في اشياء وايده ما تفعلت نعم. وفي اشياء وايده تسببت ضرر للمعاقين ولا زالت تسبب ضرر لهذا اليوم نعم. في ملاحظات كثيره ذكرناها عن اللجان الطبيه عن التصنيفات نتكلم عنها كلها بكل كل تفصيل. هذه الاشياء لم يتم التحرك فيها الا من خلال خاطبت وراسلت وكلمت نعم. هذا ما واضح حتى الان القانون غير مطبق هل تتفق مع ما قاله الاستاذ علي ثويني والله انا اتفق مع اللي قاله اخوي علي ثويني نعم وبالنسبه لموضوع القانون خلينا بس اخوي عبد الله ما دام تطرقنا للنواب والامور هذه خلينا نتكلم عن دور النواب، النواب ما قصروا بالنسبه للتشريع. نعم. شرعوا جزاهم الله خير. والحكومه ايضا. نعم، اخواننا اللي حضروا التشريع ما قصروا من جمعيات يمكن اخوي علي ثويني والربع ما قصروا انعم الله عليهم. ودور حتى الحكومه، يعني صدق الحكومه ما طلت بالقانون سنتين وكذي، لكن نعم. في النهايه القانون اقر. احنا ما ننكر ان القانون ما اقر، القانون موجود كاو قدامنا. نعم. لكن لما يقر وعلى قولتك اول شيء قلت فرحه فرحه فعلا فرحه ذوي المعاقين والمعاقين وكذي
الحين صار لنا تقريبا سنة القانون أغلب المواد ما فعلت. لما يجي طبعا أنت عارف دور النواب مجلس الأمة تشريعي ورقابي، لما يجي شرع ومبارك الله فيه ونزل القانون، من اللي ينفذ؟ الجهة التنفيذية. نعم. اللي هي الحكومة. الآن في تعطيل بالمواد، تعطلت المواد. طيب الدور الثاني له كنائب لمجلس الأمة اللي هو الرقابة. الحين هم بدأ تحرك إنه ليش ما يصير استجواب. نعم. هم الأعضاء بارك الله فيهم اجتهاد منهم، بس صعدوا الأمور لأقصى حد. نعم. اللي هو استخدموا السلاح الأخير. نعم. احنا نقول إن صح القانون معطل صار لسنة، واحنا بعد هم بعد ما نبي الناس تفهم إن احنا بس يعني واقفين مع الحكومة، لا والله لا، احنا نقول ليش ما نعطي فرصة، والفرصة أخيرة نحاول فيها نمد إيدينا كجمعيات. نعم. للحكومة ونلقى صدى صوت عند الحكومة أفضل. الحين إحنا ما نقدر نقول حق الأعضاء لا مو من حقكم، من حقهم أداة دستورية بيستجوب شيء خاصة. نعم. لكن موضوع المعاقين هم بعد على قولتك أول ما بدأت الحلقة قلت إن في جمعيات تقول لك مو بس الليثواني نواف سويت مثلهم معاقين، هم صادقين. نعم. إيش كثر يتمثلون؟ يمكن في جمعيات راح توقف معهم، فإذا وقفت معهم الحكومة تحتاج جمعيات أخرى توقف معها في هالموضوع اللي هو ما نبي الاستجواب. إحنا القصد نقول إن الاستجواب صراحة حقيقة مو وقتها. ليش؟ اولا رئيس مجلس الوزراء حاليا قاعد يشكل حكومه. نعم. انا بسال يا جماعه، الحكومه اصلا شكلت؟ في حد سمع شيء عن الحكومه؟ يعني الرجل يحاول يجتهد كرئيس مجلس الوزراء مو مقصر. شوف انا خلي موضوع الاستجابه نتكلم فيه بكل تفصيل. أوكي. لكن الحين انت تتفق نرجع للماده 51 بس. اي تفضل. هيك بالنسبه للماده 51، الماده 51 واضحه جدا. نعم. يقول لك يكون للهيئه مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجه وكيل وزاره. نعم. من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص والرعاية والتأهيل اللي هم أهل الإعاقة. نعم. احنا ما نقول شيء عن شخص الدكتور جاسم تمار. أو ونعم فيه والله. أو نعم ستين. نعم. من أبناء الكويت ما نقدر نقول عنه شيء ونعم فيه، لكن احنا ما نتكلم عن أشخاص، احنا نتكلم عن مواد. هذا قانون يحكمنا، حضرة صاحب السمو قال طبقوا القانون على الكل. نعم. الكل مادة في القانون الآن 51 أعتقد أن الدكتور مخالفها. نعم. احنا وهم بعد على قولت اخوي علي ثواني ما قصر اخوي علي، قال لك انه والله احنا اعطيناه فرصه وكذي. نعم. ونعطيه فرصه، لكن الشيء مو بيدنا، لكن احنا نعطيه فرصه. غير مطبق عدل القانون بالنسبه للقانون معطل. نعم. بس انت الحين بما ان القانون معطل تبي تعطل الماده 51؟ لا، الماده 51 في اجراءات الناس رفعت عليها دعاوي. نعم. في المحكمه ممكن تكسبها، وفي شيء في شيء خطير لازم اقوله. تفضل. ولازم اوضحه اخوي، في الحين دعوه تدار في المحكمه. نعم. في قطبين من ضمنهم جاسم التمار، في احد الاخوان رافع على القضيه على الماده 51 من حقه ان الشخص كذا كذا، ان مثل ما قلت لك لا هو من ذوي الاختصاص لا، واذا اثبت قدام المحكمه ان دكتور جاسم التمار كذي وكذي حكمت المحكمه خلينا نقول فرضا بعد شهرين انه ما يصير يدير الهيئه. زين، التواقيع اللي وقعها، شهادات العاقه اللي طلعت، الدنيا اللي طلعت، اللجان اللي عقدت، تعتبر ذري شنو؟ قاعد تصور تقنها تلغي هذا كله. نعم. قوه القانون، فإذا لغت بقوة القانون هذه مصيبة كبيرة، يعني كل شهادة اللي قاعد تطلع حق 40,000 الآن. نعم. تعتبر ملغية، هذه مشكلة. فأنا أقول أتمنى أن الدكتور جاسم تمار يعني يتنحى عن منصبه لمصلحة الجميع، وإن شاء الله هو ما يقصر. واضح. يعني هل الحل بتنحي جاسم التمار؟ هل الحل أو هل المشكلة وعدم تطبيق القانون والمسؤولية على شخص الدكتور جاسم التمار؟ هل المسؤولية على الهيئة برمتها؟ هل على وزير الدفاع؟ من هو المعني بتطبيق القانون ومن هو المعني بعدم تطبيق هذا القانون؟ خلنا راح نجاوب على هذا السؤال لكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ونعود لاستكمال حديثنا مع ضيوفنا عن موضوع المعاقين. اهلا مشاهدينا مره اخرى ونعود الى ضيفينا في الاستوديو. نعود الى الاستاذ علي الثويني، وكان سؤالنا واضح قبل الفاصل. نعم. كان سؤالنا الدعوه لاقاله جاسم التمار في مجلس الامه من قبل الاستاذ الفاضل نواف سويط او تشكيك من قبلكم، يعني
بمشروعية وجودة. لا لا أنا ما احنا نتكلم عن نحترم شخص الرجل، ومثل ما أيضا خلال الفاصل تحدثت بكل احترام وتقدير لشخص الدكتور جاسم التمر، أنا أسألك سؤال، هذا الهجوم على شخص الدكتور جاسم أو تحميل المسؤولية، هل هو الوحيد من يتحمل المسؤولية أم الهيئة برمتها وزارة الدفاع؟ من المسؤول عن الموضوع؟ احنا ما فينا هجوم على شخص دكتور جاسم التمر. دكتور جاسم التمر رجل محترم وقدير وستين نعم. كلنا نحبه نعم زين، وله فضل يعني علينا نعم، ودمث الأخلاق ورجل يعني أول ما اجتمع ويانا هو، ولا خضع إلى أن اجتمع مع جهات رسمية وخلي غير رسمية، لا هو اللي هذا تكتب له من حسناته، وهذه شهادة يعني بحق احنا دكتور. المشهرة غير مشهرة شخصيات ناشطين اجتمعوا ويانا خذ رأينا نعم. زين، لكن أيضا لنا حملنا أمانة، احنا في هذه الأمانة قاعد نأديها، وهو حاسبوني إذا خطأت عندكم ملاحظات قولوا لنا نعم. زين، حتى إلى درجة قلنا له إذا وصلت الحد إلى أن خلاص ملاحظاتنا والأمور اللي تستوجب حتى طلب أنك تقدم استقالتك راح نقولها. قال لنا أنا موافق، وأنا حتى لو تدخلوني أروح نيابة أروح نيابة، لكن أيضا إذا أنتم ما نصحتوني وما وقفتوا معي نعم. أنا أطلب أيضا بإنهاء جمعية. بس هو المسؤول أم الهيئة؟ أما الآن من المسؤول قدامنا نعم. إحنا كمعاقين أو كجهات ترعى المعاقين من هو مسؤول قدامنا نعم. المسؤول قدامنا هو مدير عام الهيئة. مدير عام الهيئة هل وقفوا معاه الأعضاء اللي في مجلس الأعلى لشؤون المعاقين؟ هذا عاد ما يخصنا، في وزراء موجودين وفي أيضا شخصيات وجهات موجودة في المجلس الأعلى شؤون المعاقين اللي هو يقر السياسات كلها ويقر القرارات كلها نعم. زين، هذا مشكلته عاد هو مجلس الأعلى، هو الوزارات اللي يقول ما نفذوا وكلمت لهم ما يعني، لكن احنا من المسؤول قدامنا؟ المسؤول قدامنا هو مدير عام الهيئة. واضح. هل بإقالة الدكتور جاسم كما دعيت لها في مجلس الأمة ستحل الأمور؟ شنو كان بيده يسوي وما سوى الدكتور أخوي جاسم؟ عبد الله احنا بس عشان نوضح، تفضل. انت سألت الأخ علي عن يعني اوكي اذا قلنا التمار ممكن يعني شو يصير يعني؟ نعم، واسألك هذا السؤال. احنا عشان نكون واضحين صراحة نعم ماني من اظلمه، انا شخصيا اجتمعت معاه قال لي انا حتى جمعيات غير مشهرة اجتمع معاه نعم. هذا الموضوع شيء ونص مادة 51 شيء قانون يقول ان اللي يمسك هالهيئة يجب ان يكون عنده هالمواصفات اللي قلتها لك مساء. زين، هذا شيء. الشيء الثاني تسأل عن جاسم التمار شنو المشكلة يعني؟ شلون المشكلة كبيرة؟ المشكلة انا اقول لك مشكلة، تعال عاد جاسم التمار احنا لما المواطن يراجع الهيئة زين يشوف المبنى هذا جاسم التمار، الأسانسير جاسم التمر، كل شيء جاسم التمر. لانه ليش؟ لان انا لما عاني جاسم التمر مسؤول عن المعاق لما يدش المبنى، نبي من جاسم التمر يهتم موضوع المبنى نعم. من زمان في وعود المبنى، انا سامع ان وزاره التربيه اعطتهم مدرسه ورفضوا، ليش ترفض المدرسه؟ ليش رفضتها؟ لا ارض وكذي اوكي بعدين تاخذ ارض وتاخذ اللي تبي، مبدئيا انت اقبل. ليش؟ اول شيء المبنى تسمعون انتم شكاوى، اتمنى تروحون تصورونه يعني قناة الرأي نسمع، ومطروح أيضا من ضمن أسئلتنا هل فعلا هو غير يعني صالح للاستخدام من قبل أبناء الفئة والمعاقين إطلاقا؟ لأن خلنا أقول لك، خلنا نبدأ شو اسمه المبنى الله يسلمك. أول شيء كل شيء بالمبنى، مثلا أنت الحين بديش المبنى، أول ما تروح مثلا بتفتح ملف استرداب، تبي منحة استرداب، تبي تستخرج ورقة تخفيف عمل روح استرداب، تبي تعذر حق 25 دينار زياده هذه حق المعاقين. وين المشكله عفوا؟ وين المشكله في المشكله ان السرداب الله يسلمك اعداد المعاقين نتكلم عن 40,000، وصلنا ل 40 تقريبا، وين هال 40,000 يروحون اذا جاسم التمر قرر اللي مطلعينها؟ واتمنى تروحون تصورون عفوا، لان احنا مو رايحين المكان فتوضح لنا. اوضح ال 40,000 ما راح يروحون مره واحده، فشو المشكله بان صح كلامك ال 40 ما راح يروحون صحيح، وين المشكله بس وضح لنا. اوكي يوميا خلينا نقول مع انه والله اكثر راح اقول بس عشان ما يقولون مبالغه وش الربع، لو في ارقام عند البيبان عشان عرفنا اعداد، خلينا نقول تراجع الهيئه 800. انت عندك خبر ان السرداب تحت يقول لك انا اوزع ارقام 200 رقم واوقف، ليش؟ وهم معلومه يوزع 200 ويوقف لانه ما في كادر تحت، الموظفات اللي تحت اللي يشتغلون المفروض نعم. 15 موظف، 4 طباعي يطبعون نعم. و4 كاونتر يستقبلون العالم، وفي 7 نطالب الدكتور جاسم تمار يقول لنا وينهم يعني صراحه، ليش ما يكونوا موجودين؟ احنا نتكلم عن شيء نشوفه، انا يوم وترك يومين وترك اكون موجود بالسرداب نعم. لازم لاني
رئيس مجلس إدارة والتعارف يعني عضو، تعالي والله إحنا معاملتنا تعطلت من المكان الفلاني، مو بس كذي تلقانا بكل وزارة الدولة أمشي مع العالم بهالموضوع هذا. زين الشيء الثاني إحنا ما نبي نظلمه، بعد الضغوط هذه وتعارف كل الناس طلع على أوراق تصير زحمة. لما تصير زحمة الناس تأفف، ولما تيجي تأخذ رقم توصل لـ200 يعني أنت جاي والله العظيم صور الساعة 8:15 ماكو رقم. ذاك اليوم أنا ما أسمع واحد من الإخوان سكيورتي يقول حق الواحد من الشباب اللي جايين يراجعون، قال يبا الساعة 8:15 شو السالفة؟ شلون ما في رقم؟ قال أخوي تعال الساعة 6. شلون يعني؟ شلون الحكي هذا؟ يعني صراحة زين، هل المبنى المبنى نفسه غير مهيئ لاستقبال المعاقين؟ هذا اللي أنا فهمته أخوي عبد الله. المبنى ما يصلح، المبنى شقق وضيج، والمبنى بالمرة لا يصلح للمعاقين إطلاقا. ما اقول لك ادري ايش راح يردون، ايش يقولون؟ راح يقولون الله يسلمك الدور الاول خلينا حق الويلتشيرات وكذي. زين اوكي الدور الاول زين، هم راح يقول لك الارضي، لا هو الدور الاول. لكن الدور الاول لما تصعده ما تبي لك اسانسير، شلون تصعده الاسانسير؟ خلنا نركز في يعني قضيه اكبر الحين. المبنى تعتقدون بانه غير صالح؟ المبنى مو غير صالح. المبنى لا انت بعول شيء اقول لك انزل السرداب تنزل، ما في اسانسير والسرداب صغير. اي شلون؟ اي مشكله عندي؟ لا اخوي علي وضح السرداب ما ينزل، الاسانسير ما ينزل، السرداب هذا ما ينزل، ما فيه بس ما ينزل، ما اللي سمعت في اسانسير بس ما ينزل، ما في اسانسير السرداب. والمبنى والمكان صغير، لو يصير اي شيء يعني، لو اي شيء يصير يعني في الناحيه الامنيه ولا كذا. مع المبنى الحين عندكم مشكله؟ مع المبنى، مبنى غير صالح اطلاقا. هل مدير عام الهيئه له علاقه في موضوع المبنى؟ شوف انا اقول لك، شوف هم نقول على كل مره لازم نقول كذي على اساس ما تصير مساله شخصانيه. ها احنا نتكلم كمدير، نعم كمدير مسؤول عن كذا كذا ولوائح هنا موجوده وقرارات وكذا. زين فلما يكون لا شك ان عدم تخصص المدير ومطابقته للماده ينعكس سلبيا على القرارات الإدارية وعلى التنفيذ وعلى العمل وكذا وكذا. يعني لو بنذكر احنا مثل ما قال اخوي نواف، لو بنذكر بعض الأشياء والقرارات اللي قاعد تصير وبعض الممارسات والحالات اللي قاعد تصير اليومية، راح نستنتج انه انعكاس عدم التخصص والدراية في امور وشؤون المعاقين سلبا على كل التضمر اللي قاعد يصير. فالمبنى ابدا ابدا المبنى ما يصير يعني. وعد الرجل المبنى جديد، المبنى حلو زينة، جديد المبنى؟ لا قديم، قديم لكن زين حلو نظيف ما في شيء. يعني المدير ما يتحمل مسؤولية المبنى اليوم يعني ما يتحمل الأعداد يعني. أنا جيتك الحين، أنا جيتك أخوي عبد العدل، قلت لك يبا أبمسكك الحين أنا شركة وتفضل وعطيتك مبنى وما قدرت تشتغل، إيش تبي تقول لي؟ ما قدرت لا من حين المبنى ولا الموظفين ولا الهيكل ولا الميزانية، بتين إيش تقول لي؟ والناس وراك وراك، ها شو تقول؟ شو اقول لك؟ شلون تقول لي؟ قول لي. ما انت شو الاجابه اللي تبيها؟ تفضل قولها. لا ابي الاجابه منك، انت ما قدرت مهمتك، ما قدرت وايد عليك الحكي والكلام واللي شفته، قلت مجلس الامه والناس راحوا اعتصمت وكذا، ايش تبي تقول لي؟ بس هذا هو. ليش ما اصر؟ يمكن اصر، يمكن اقول لك مع السلامه عفيني، ويمكن اقول لا اصر واحاول ان شاء الله اقدر امشي. لا السلبيات قاعد تزيد، والحين اذا انت عندك محاور تتكلم عن بعض السلبيات قاعد تزيد السلبيات. خليك معي الحين. النائبة سلوى الجسار، أبي أقرأ يعني التصريح مثل ما هو حرفيا. النائب سلوى الجسار في تصريح لها قالت أن من يهاجم التمار هم الذين قطعت أرزاقهم وهم من يدعي الإعاقة، وقالت أن جاسم التمار من المخلصين ومن الكفاءات الوطنية، وهو يهاجم لأنه قطع أرزاق مدعي الإعاقة ومن يقف وراءهم من النواب الذين كانوا يداومون في الدور الأول في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، واليوم أتى التمار وبالتالي لم يعد أحد يذهب إلى هناك. هل فعلا قضى الدكتور الفاضل جاسم التمار على موضوع مدعي الإعاقة وهذا أحد أسباب مهاجمة البعض له؟ طال عمرك. شوف بالنسبة للدكتور هم نقول عنه والنعم شخصه، احنا نتكلم عن مدير الهيئة، مدير الهيئة ماكو مشكلة، احنا مجبرين نتكلم ويكون الفيس تو فيس بجاسم التمار والنعم فيه شخصه، والنعم عشان ما يقولون شخصانية لأنه احنا طولنا يعني شوية يعني. ونعم لكن تصريح الأخت سلوى الجسار طبعا ونعم فيها النائب الفاضلة، احنا ما نقول شيء يعني ان شاء الله عسى الله يوفقها، لكن تصريحها مو في محله وانا اشوفه غير موفق. ليش؟ اول شيء اللي قطع ارزاق على قولتها مدعين الإعاقة مو جاسم التمار، اللي جام جاسم التمار ما يقدر يرفع التلفون، وهذا قدامكم انا على الهواء
هل يستطيع جاسم التمار يرفع التليفون ويدق على اللجنة الطبية يقول امشي فلان او سكر فلان خليه يطلع الهواء يقول يلا؟ مو هو اللي قطع التصريح هذا، مو صحيح. شلون كذي اللي قطع على قولتها رزاق؟ اذا 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 في ناس مدعين عاقه اللجان الطبيه واضح. خليني اقول دكتور عبد الله عياده، لا لا نعم. ناس ابدعت صراحه في اللجان، اجابتك واضحه. إيه؟ إيه؟ ابدعت، لكن مو هو اللي يحدد اعاقه ولا مو اعاقه. ماذا تقول في هذا الموضوع عشان ننتقل الى المواد؟ اي ماذا تقول خفيفة. لا اعطنا فرصه للدكتوره. الدكتوره سروى جسار انا احترمها وقدرها جدا، كلنا نحترمها ونقدرها ونقدر جدا جدا جدا. اي بس لا شو اسمه يقول الدكتور جاسم ايش حقه، لان جدا اقدرها يعني نعم. البنت ولها خطوات ايجابيه ويانا احنا كلجنه نعم. لكن فعلا غير موفق لجنتنا. لما نقول احنا هني لو بتذكر حتى نقطه نقطه راح اقول لك اياها نعم. ف مدعين الاعاقه مشكلة ان هناك معاقين، تم معاقين حقيقيين ها، تم رفضهم وادخالهم تحت بند مدعي الاعاقة، واللجان الطبية هي اللي اعطتهم. فنجني عليهم، نجني على بعض اللي طلعوا زين. اذا الدكتور جاسم فمشكلة يعني الاخ برأ الدكتور جاسم، وانا حاول وابرأ وان شاء الله نحاول نبرأ، لان اذا فعلا صار الدكتورة سلوى قالت انه هو اللي طلع هذيلة، فمعاقين حقيقيين طلعوا تحت مسمى التصنيف العالمي. فحتى قلنا وين التصنيف العالمي؟ وضح لي أكثر. الدكتورة سلوى جسار تقول بأن هناك من يهاجم الدكتور جاسم لأنه لا ما نهاجم الدكتور جاسم كشخصة، كإدارة إيه؟ كإدارة إيه؟ فعلا هو قطع ملاحظات. أرزاق مدعية الإعاقة هذا مشكلة، إذا قطعها احنا نحاول ندافع عنه ما قطعها، لكن اللجان الطبية هي اللي قاعدة يعني تشيل المعاقين او تنفي معاقين او تسحب هوياتهم معاقين، اللي عين واحده واللي بلون واللي عفوا. قطع ارزاق مدعي الاعاقه شيء ايجابي، شيء ايجابي لما يكون عبد الله مخل يدعي الاعاقه شيء ايجابي، بس مدعي الاعاقه مو اللجان يقول لك. انت وضحت هذا الشيء، لكن هل تم تحويل منو مدعي الاعاقه؟ المزور نعم زين، اللي ما في شيء وتم اعطائه نعم زين. لكن هناك فئات معاقين تم ازالتهم من او فعلا موجودين مدعي الاعاقه؟ موجودين؟ هو قال موجودين ولقى ملفات. أسألك فيه. أنت كشخص أنا لا نسمع هو أنا ما راح أفتش ملفات. بشكل عام موجود في ناس فعلا تزور؟ والله إحنا نسمع من المحيط اللي دارنا نعم. محيط اللي دارنا إحنا المعاقين ايه؟ إن هناك يقولك والله أنا أعرف واحد كذي، أعرف واحد كذي، والدكتور جاسم نفسه نعم. طلع وقال في ملفات فيها شغل. مو غلط تقول في إذا في قل لنا إنه يعني. شو أقولك؟ أقولك أسماء. لا لا مو أسماء، أنا أقصد إنه. في أقول لك الدكتور جاسم قال نعم. قدام الدكتور جاسم قال أنا بصم أن في مزور، أن في، لكن أيضا مو كلهم، في تم معاقين رفضهم وقطع أرزاقهم تحت بند مدعي الإعاقة. إيه فإذا إحنا بنشمل مدعي الإعاقة لازم نفصل منهم مدعي الإعاقة اللي نعم. تم اللي تم إيقاف هوياتهم، مو كلهم مدعي إعاقة، في شيء معاقين من ربعنا نعم. فهذا خطأ اللي صار. بعدين تحويل قال شنو هني تحويل، كنا احنا قرينا في تصريحه تحويل تقرير ديوان المحاسبه اللي حوله، لازم الهيئه هي اللي تحوله تقرير ديوان المحاسبه. هل فعلا في نواب يداومون بالدور الاول يعني اللي جاء والله التصريح ولا ما عندكم؟ اخوي عبد الله سالفه ان في نواب يداومون بالدور الاول نعم. انا والله صار لي راجع الهيئه يمكن فوق السنه وشيء ما شفت، والله ما شفت نائب. انا ما دافع، شفت تسالني عن كل النواب، انا بعيني ما شفت نائب يعني ما تصادفت معي نائب، كل النواب اعرفهم. خلينا نفصل أوكي. في المواد، لكن بس ملاحظة لك يا عبد الله ايه؟ قبل ما ندش بالمواد في شيء انت خلينا نكمل عن ليش جاسم التمار نعم. مو قادر يدير او ليش مو مساعدين او ليش رابين عليه انتم يعني كجمعيات ايه؟ بس قبل ما نقول النقطه قبل الموظفين بس احنا قبل ما نكون احنا طرف او يحسبنا المشاهد طرف، انا ابي اقول بان فريق الاعداد حاول واتصل كذا مره وبعث رسائل نصيه الى الدكتور الفاضل جاسم التمار للمشاركه معنا في هذه الحلقه، لانه واضح ان اسمه تكرر كثيرا، لكن ما جاوبنا وكنا نتمنى يتواجد معنا في يعني هذه الحلقه. تفضل. طال عمرك، بالنسبه ليش ان الاخ جاسم التمار كاداره مو ماشي الاداره، انا اقول لك ليش. المشكله احنا تكلمنا عن المبنى، هذا جزء اول. الجزء الثاني الموظفين طبعا انا مساعدتكم قلت لكم يا ريت تروحون تصورون ويا ريت الصبح عشان يكون المواطنين موجودين والمعاقين والمراجعين وتشوف بعينك، ما حد يقول لك بعد. انا ما نقول كل الموظفين مو زينين ولا نقول كل الموظفين توب عنده، كل اداره الدوله كلنا كذي وكل العالم يعني اصابعك مو سوى، لكن انت عارف الاداره هذه حساسه، الهيئه العامه لشنو؟ لذوي الاحتياجات الخاصه، لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني يحتاجون شنو؟ ذوي الاعاقة يحتاجون شنو؟ يحتاجون طال عمرك معاملة خاصة. ليش؟
مو كلهم على يعني مثل ما تقول على طبقة واحدة مستوى التفكير، فتحتاج أنك تعاملهم بطريقة معينة. يعني نعم. أنا أقصد شهادات موظفين الهيئة، بعض شهادات موظفين الهيئة ثانوية عامة ماسكين يعني أماكن استراتيجية بالهيئة، وفي من بعض الخوات في الهيئة والإخوان حملت ماجستير في علم النفس وتخصصات نادرة تهم المعاق نفسه، درسوا وتعبوا وسنين كدت عليهم الدولة تصرف عليهم فلوس، في النهاية يتم تجميده. هذا شيء، هذا نضيع الهيئة. وفي طال عمرك قلنا الكفاءات المجمدة. نعم. احنا طبعا ما في موظفين بالهيئة، انت ما في موظفين ليش؟ الهيئة ما فيها كادر. انت احنا ندعو وندعو الحكومة ان تعطي موظفين الهيئة كادر. ليش؟ مو الموظفين اقصد الحاليين بس ونعم فيهم يستاهلون، لكن اقصد للترقيب لما يروح مواطن كويتي توه متعين جامعي وحاصل على تخصص مثلا علم اجتماع علم نفس، وتقول له والله شوف انت تروح تشتغل بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفي كادر 300 دينار، فيصير في تحفيز عند الجامعي ويروح. نعم. ما يروح الجامعي للعربي موجود بالقانون. هذا الموضوع نتمنى لهم بس كادر، حتى الموظفين العاليين يستاهلون. احنا ما نقول في بعض الموظفين اللي مسببين مشاكل، لو الدكتور جاسم يقعد معانا ما راح نعطي يعني صراحه الاسماء، بس بنقول له نلمح له على كذي كذي، ما نبي نضر الناس. نعم. لان احنا ما تعلمنا اخلاقيا نسوي شرطه. واضح. بس بعد الفاصل نبي نسمع شنو المواد المعطله. القانون 72 مادة، سمعنا أن عدد المواد المفعلة تعد على أصابع اليد. جهزوا أفكاركم وجهزوا موادكم. بعد الفاصل مشاهدينا نعود لاستكمال الحديث. أستاذ علي ثويني، قبل أن ننتقل إلى المواد ونفصلها ونتكلم في مواد القانون، الأستاذ نواف يعني أعلن ودعا في مجلس الأمة وباسم شريحة من المعنيين بهذا الموضوع إلى اعتصام أمام منزل سمو الرئيس، وكان من الملفت اعتراضكم على هذه الخطوة. ف يعني ليش اعترض بس؟ أعطاني السؤال مالك. لا راح نسأل الحين بس طبعًا، لأن أنا وقفت عنده فأرجع لك وراح أرجع. طبعا إحنا كجهات تعمل في مجال المعاقين، اللي منتمين حق الرابطة الوطنية للجهات العاملة في مجال الإعاقة، زين، لا يرون أي اعتصام أمام منزل رئيس مجلس الوزراء، ولا يرون أيضا أي استجواب ينطلق منهم أو برغبتهم. ما راح تشاركون بالاستجواب أيضا منهم برغبتهم؟ نعم. بناء يعني على ما راح تأيدونا أو تشاركون ويطلبون منكم معلومات؟ لا نؤيد أنه يطلع منا إحنا أو يعني يحسب علينا أو على رغبتنا أو إحنا اللي طلبنا. لا إذا طلبوا من عندكم معلومات ولن على رئيس مجلس الوزراء. نعم. لن نتعاون بتاتا. نعم. زين، ليش إذا كان الهدف من الاعتصام إيصال الرسالة إلى سمو الرئيس الشيخ ناصر؟ توصل الرسائل بعدة طرق، غير الاعتصام عند بيته وغير الاستجواب وغير كذا. احنا طبعا هو أبوه المعاقين. نعم. وهو طبعا له فضل كثير جدا وخط أحمر بالنسبة لنا. سمو الرئيس خط سمو أحمر رئيس مجلس الوزراء لن يستجب عن طريقنا بتاتا. نعم. سمو الرئيس خط أحمر بالنسبة لهم. بالمقابل دعوتكم كانت للاعتصام أمام منزل سمو الرئيس بالبداية، هل هي لا زالت قائمة؟ والله طال عمرك أخوي عبد الله، وهم بعد سمو الرئيس بالنسبة لنا خط أحمر. نعم. من موضوع الاستجواب. نعم. إحنا لما نقول خلونا نعتصم عند بيته، يعني نفتك من سالفة الاستجواب عشان ما تنجر الجمعيات لإيصال الرسالة لسمو الرئيس. نعم. صراحة. نعم. لإيصال الرسالة لسمو الرئيس إنه بدال ما تنجر الجمعيات للاستجواب ما كان أمامنا، لأن الإخوان اعتصموا وما كان في نتيجة قبلها تقريبا. كان نتيجة كل أحداث هذه نتيجة لها. طيب فأقول لك عن اي اعتصام تتكلم؟ اعتصام كان في اعتصام يوم الخميس. نعم. يوم الاثنين. الاثنين اي الاثنين، بس طبعا مو عند بيت الرئيس. احنا طلبنا يعني اقترحنا مقترح، احنا ترى ما فرضنا على الاخوان. كان الاخ علي. نعم. حتى كلمني نفس اليوم الاخ علي بالليل الله يجزاه خير. نعم. وقال لي نواف احنا عندنا طرق كثيره، واحنا عشان نبين اني انا شخصيا ماني عسر ولا ملينين يعني في الامور، احنا نبي الشيء اللي فيه مصلحه المعاقين. نعم. قال ايش رايك نروح كوفد الرئيس مجلس الوزراء؟ نعم. هذا أبونا وأبو الجميع. بعدين على فكرة يا جماعة ترى احنا في الكويت يعني غيرت رأيك من الاعتصام إلى 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 وفد وزيارة لسمو الرئيس. شفت شلون؟ هذا اندل يدل على إن احنا متعاونين ترى. نعم. احنا في تعاون بيننا، يعني تشاورهم فيما بينكم، ما في مشكلة، ما في اختلاف. لا ما في، ليش نختلف؟ فالحين الاعتصام توقف و يتوقف. نعم. ليش؟ بدأ عندنا فكرة الأخ علي
ليش ما تكون في وفد نشكله؟ هذا الوفد ان شاء الله راح اتفق عليه الايام الجايه. نعم. ونطلب ان شاء الله مقابله، وانا ناشد من خلال الراي، مقابله سمو الشيخ ناصر محمد. نعم. هذا شيء. شيء ثاني احنا ترى بس عشان ناخذ الخبر من عندك انه توقف الاعتصام حاليا. نعم. نعم نعم في الوقت الحالي. نعم زين، لان احنا مجبرين كان ذاك الوقت استجواب. نعم. تنجر الجمعيات اقل شيء ان احنا نروح حق الرئيس بدال الاستجواب. انت ايضا معارض للاستجواب؟ بالنسبه لي انا اشوف ان الاستجواب مو وقته. مو وقته الحين. زين، ما تعتقد بان شخص وزير الدفاع المسؤول عن الهيئه هو من يعني يفترض ان يساءل بدلا من سمو الرئيس؟ والله هذا يعني يرد حق اعضاء مجلس الامه. نعم. هذا السؤال توجه حق اعضاء مجلس الامه. هذا شيء. بعدين بقول لك شغله اخوي عبد الله، بس خليني اكمل. تفضل. احنا طبعا في الكويت تعرف الوضع، الشعب والاسره شيء واحد، احنا خلصين من الموضوع هذا. نعم. واحنا ما احنا دوله بوليسيه، يعني لما نروح صمت سمو الرئيس امس اذا شايفين بالجريده او اول امس سمو رئيس مجلس الوزراء تصور هو شخصيا طالع بشته ومصور قدام بيته مع معاقين 13 14 معاق. نعم. شخصيا هو ترى الرجل ما عنده تحفظ ولا عنده مشكله. احنا نقول بدل ما تكبر الامور، اذا كان في مؤزمين يبونه يبون رئيس لا يزجون في قضيه المعاقين ويحطوننا احنا هدف. انا كان قصدي لما نعتصم من المؤزمين في نواب معينين تقصد؟ والله شوف اخوي انا ما اقصد نواب معين، لكن انا اقول الاستجواب حاليا مو وقته. نعم. وانت تتفق معه بين الاستجواب حاليا مو وقته؟ احنا ما نرى الاستجواب في عدة اسابيع. ما نرى الاستجواب. اعضاء مجلس الامه كيفهم؟ ما لنا شغل دخل. نعم. يعني هم لهم ادواتهم الدستوريه، لهم برامجهم، لهم طرقهم، لهم ما نتدخل في اي شيء. ما نخص هالامور. احنا يعني قضيه انسانيه، ما لنا شغل في اي امور سياسيه يتطرق لها اعضاء مجلس الامه. تخافوا من استغلالكم في هذا الموضوع؟ هل في محاولات؟ الحمد لله عندنا اجتماعات. نعم. اول باول اي محاوله لاستغلالنا نطلع بيانات نتكلم، وعندنا يوم الاحد مؤتمر صحفي في جمعيه المكوفين راح نبدي كل جهه تبدي رايها في هذه المساله. يرد زين الاخوان الاعلاميين بعد الاعلاميين ان شاء الله يجونا، يعني هاي دعوه لهم. زين لو نبدا كل جهه تبدي رايها في هذه المساله. احنا الحمد لله ترى وهذا خلي ننتبه على جميع المسؤولين الموجودين خاصه في الهيئه. نعم. المعاقين اليوم مو مثل امس. معاقين متنورين، عندهم المحامي، عندهم المسؤول، عندهم القائد، تهديد مبطل، عندهم الدكتور. لا لا مو تهديد، مو تهديد هذا. لا صار رسالة صاج. لا هذا شنو مو عبالكم المعاقين من 50 سنة من 20 سنة من 30 سنة اللي ما لهم صوت، اللي مثل ما لهم صوت. نعم. اللي ما عندهم الكوادر. لا في عندهم مثقفين فاهمين عارفين يدرسون الساحة، يدرسون حقوقهم، يطالبون فيها، عندهم أساليب فيها الحكمة وفيها الاتصال المباشر وفيها الاتصال. يعني الحمد لله صار الحين عندنا قيادات متنوعة. نعم. زين تطالب بحقها وراح تجيب حقها، تجيب حقها بعدة أساليب يعني شرعية بأساليب هادية. جميل. وراح إن شاء الله يثبتون لكم المعاقين مقدرتهم على شيء هذا. أستاذ نواف، هل فعلا نعود إلى سؤالنا ما بعد الفاصل، هل فعلا مواد القانون اللي هي 72 مادة المفعل منها يعني لا يكاد يعد على أصابع اليد الواحدة؟ نعم. بالنسبة للقانون احنا عندنا من أكثر المواد تهمنا وتهم الجمعية اللي أنا مهتم فيها اللي أقل من 18 سنة مثلا، مكتوب المادة 29 يصرف مخصص شهري للشخص ذوي الإعاقة. نعم. حتى سن 18 سنة. هذه المادة ترى معطلة. المادة 29؟ المادة 29. نعم. هذه القسم قسمين. نعم. فيها الطفل المعاق. نعم. وفيها الأم الحاضنة. نعم. الحين أقول الحين أقولها على السريع عشان الوقت بس وناخذ نكسب كثر ما نقدر. تفضل. المخصص الشهري ما يصرف عن طريق الهيئة. نعم. طبعا لو سألتهم قال لك ما في ميزانية. ما في ميزانيه. نعم. احنا طبعا نطالب الطفل الاقل من 18 سنه، الاقل من 18 سنه سالفه ال 277 هذه بالمره ما توفي معه. وضح لنا سالفه. اوضح لك. 277 الطفل المعاق يعطونه 277 دينار. نعم. كمعاش. ترى النيرس لما تجيب لك بالبيت يعني كخدمات وكذي حق الاطفال المعاقين اعاقات شديده بالذات. نعم. ماشي ما يقل اصلا ياخذون منك 250 دينار. هذه 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 اسال فيها في اي مكان. واضح. والام ايش كثر تاخذ مخصص شهري؟ الام المتفرغه لرعايه الام ولدها. المتفرغه على رعايه المفروض تاخذ. نعم. مو القانون معطل 29 معطل يقول لك كذلك تستحق المراه التي ترعى معاقا اعاقه شديده. نعم. ولا تعمل مخصص شهري وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئه. دائما حاطين موضوع ان يقولون انتم مفعلين السالفه والقانون معطل. يا اخي القانون معطل يا اخي لحظه. بس تاخذ ولا ما تاخذ الام الحين؟ بالقانون تاخذ. نعم. بس تبي الصدق ماكو شيء. ما تاخذ. ما تاخذ. كلش. زين ما تاخذ. الواقع. نعم. وبعدين الماده 31 يصرف الشخص ذوي الاعاقه كويتي بنك من ذوي الاعاقه الكويتي من بنك التسليف والادخار منحه زواج.
هذه خالصين منها مفعلة. مفعلة. إيه في قصدي المادة الثانية ترى في مادة من المواد اللي هي 10,000 المنحة هذه. بقول لك شغلة، إني قابلت مدير بنك التسليف الأخ النومس ذاك اليوم بخصوص قضايا المعاقين. ليش؟ الحين تصور يا عبد الله بتقدم منحة أنت معاق، القانون يقول معاق إعاقة شديدة ومتوسطة يعطونك 10,000 دينار منحة. صدق الكل فرح فيها منحة، وإن الأمور صار بتصير زينة، واللي بيطور بيته واللي بيحط له أسانسير واللي عنده أطفال معاقين. لما الناس جت تقدم من 1/12 اللي طاف، احنا كم تاريخ اليوم؟ احنا اليوم 21/4. ايش كثر تو بعض الطلبات قاعد توصل بنك التسليف. انا سمعت اليوم تصريح من الاخ جاسم التمار يقول 4000. اوكي 4000 ايش عقبه؟ ايش عقبه؟ عقب ما اقل واحد فيهم ما قاعد عندك 3 شهور. الحين ابي اعرف انا الدوره المستنديه هذه ليش؟ القانون واضح، اعاقه شديده ياخذ شهاده. المفروض المفروض بس بالنهايه تمشي ال 10,000 لهم؟ تمشي 10,000 لهم؟ نعم تمشي. بس انا بقول لك في عندهم عقبه ثانيه بنك التسليف. انا جايك عقبتين. تفضل اختصرها معك. حاضر. اللي خلص من اللي خلص من الهيئه والدوره المستنديه شهرين او 3-4 شهور، بعد 5 شهور يروح يبتلش بنك التسليف طلبات بنك التسليف. انا كلمت الاخ النومس ليش طلب ليش طلبتوا عليهم شهاده من العدل، شهاده من ما ادري شنو الملكيه، شهاده. تدري ايش قال لي مدير بنك التسليف؟ قال لي ان احنا طلبنا عليهم كذي علشان نعرف اللي ماخذ تثمين ما نعطيه. انت ايش عليكم معنا؟ هذه منحه القانون يقول لك منحه، منحه مو قرض عشان تحاسبه اخذ اللي ماخذ. المفروض الكل، ليش تحرم اللي عنده تثمين؟ يا اخي المنحه حتى المنح يعني ما تحاسب. احنا شفنا المنح ما حد يقول والله هذا ولد فلاني والله عنده ملايين. منحه وانتهى الموضوع، ليش تعقدها؟ واضح. السؤال يطرح نفسه اليوم بعد اكثر من يعني سنه وشيء على نشر القانون. السيد عصام بن حيدر يقول لنا المواد 31 32 34 86 43 81 وكذا مادة تكلم عنها، مواد فعلا مطبقة ومفعلة. انتوا ايش رايكم؟ هل عندكم اعتراض على لا مو احنا الحين طلع الاخ دكتور جاسم التمار في بيان طبعا. متى طلع؟ احنا كنا نقول قولوا تكلموا شنو تسوون، خلي الناس تعذركم، خلي الناس تعرف، قولوا تكلموا، طلعوا بالصحف، طلعوا بالاعلام. ما كان لما صار الضغط هذا وصار بعد الاعتصام الاول ومجلس امه كذا طلع بيان اول امس او كذا في دكتور التمار انه فعل القانون. انا بقول لكم انا اداريا ما ادري اذا في احد اداريين يقولون اذا خاطبت وخاطبت 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 هذه هي تفعيل. فانا اقول لكم الريال ترى فعل تقريبا 70% من القانون. جميل. اذا التفعيل هو اذا تطبيق القانون هو خاطبت، اذا هو خاطبت يعني زي. تقصد كتب ورسائل اذا كتب ورسائل مخاطبه هي تعتبر تفعيل القانون وان تطبق وكل شيء تمامها. تكلمنا بالواقع، لكن لما اني الواقع الواقع المعاقين يبي يلبسون شيء بدينهم، يبي يلبسون شيء بحياتهم شيء. فلما يعني مثلا المراكز الخدمه اللي لازم تكون فيها معين المكفوفين ومترجم الاشاره وينها؟ الانديه وينها اللي تختص في المعاقين خاصة الإعاقة الذهنية؟ مو موجودة. كل نادي واحد. المستشفيات المختصة في المعاقين، الرسوم اللي ذكرها، المدارس والتعليم وأصدقاء المعاقين، لجنة أصدقاء المعاقين وينها؟ التفعيل، شوف احنا لما نفعل القانون لازم نطالع صورة كاملة، نجيب القانون نحطه صورة كاملة زين، مو بس الامتيازات. يحتاج وقت تفعيل القانون؟ لا 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 يعني ويشترط تعطونهم وقت؟ شوف في أشياء ما تبي وقت، في أشياء ما تبي فلوس. ثانيا أنا أحط لي خطة زمنية، خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات 10 سنوات، وأقول في السنة هذا راح أسوي كذي، في السنة هذا راح أسوي كذي، في السنة هذا كلنا راح نهدأ ونسكت وننطر هالعشر سنوات لما تخلص. نعم. لكن إن إحنا ما إحنا عارفين إيش اللي قاعد يصير. يعني مثلا عندنا تعريف، التعريف نفسه يحتاج لتفعيل، فهناك شرائح لا تنطبق مو موجودة في التعريف والآن قاعدة تأخذ خدماتها وكل شيء، منهم اللي هم الحالات اللي هي صعوبات التعلم. نعم. صعوبات التعلم احنا قاعد نقول لهم انهم مو موجودين بالتعريف وقاعد تاخذ خدمات تعليميه وايضا رواتب او مساعدات شهريه. احنا نقول لا تقطعون عنهم شيء ولا فلس تقطعون عنهم، انما على وزاره التربيه هي المكلفه فيهم، في بنت 9 أو 10 انها تدفع لهم في مدارس خاصه اذا ما هي قادره انها تستوعبهم، وكذلك وزاره شؤون كحالات خاصه وذوي احتياجات خاصه على وزاره شؤون انها تكمل تدفع لهم مبالغهم. نعم. لا تقطعون، لان يقولون قطعوا عنهم الفلوس اذا هم بتعرف. لا تقطعون عنهم الفلوس. اني حق ماده 49 وماده 52 يجب ان تفعل. ليش؟ لان فيها جمعيات مخالفة في مجلس الإدارة، مخالفة للمادة 49 و 52، هذا ما تقدر تفعل يا جمعيات أنتم مخالفة،
توكلوا على الله قدموا استقالاتكم او لا تستفيدون ماديا. تفعل هذه ولا ما تفعل، فيها فلوس ولا ما فيها فلوس، لان هذا كله ترتيب الداخلي لما نيجي بعدين الى التعليم والى الصحه والى الانديه والى الخدمات. كل هذا هل المسؤول المعاقين علاوه على اللجان الطبيه اذا بتخلي لها حيز؟ اما اللجان الطبيه اذا بتخلي لها حيز هذه قصه عاد. خلنا عقب الفاصل. جهز نفسك، ابي ما هي المواد التي ترون انها اولويه يجب ان تطبق؟ جهز نفسك عقب الفاصل مشاهدينا، فاصل ونعود لاستكمال حديثنا. الاستاذ نواف سويط رئيس الجمعيه الكويتيه للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. نختتم هذه الحلقه بالخلاصه، شنو مطالبكم؟ مواد غير مفعلة، مواد لازم تطبق، إقالة شخص، استجواب، اللي تشوفونه أنتم، شنو مطلبكم وشنو رسالتكم؟ مطلبنا راح نقول بما أنه وقت ضيق الحين راح نقول كثر ما نقدر مواد، لكن المواد نبي القانون كله يتفعل حقيقة. في المادة اللي هي اللي قلنا 29 نبي نطالب برفع مخصص للطفل أقل من 18 سنة، لأن 277 ما ينفع، نبي أكثر من كذي. هذا شيء. والثاني الأم الحاضنة لازم يصرف لها راتب ما دام انها ترعى معاق او زوج معاق، بعد كذلك يجب ان يصرف لها راتب. ماده 35 منزل لغير الكويتيه اللي ترعى معاق، هذا يجب ان يطبق كذلك. الماده 41 اللي هي التقاعد لم يطبق الى الان. الان عندك معاق ما راح تتقاعد، المعاق نفسه ما راح يتقاعد لان ما تطبق القانون. زين، ماده 45 بدل الخدم مكتوب عندهم بدل الخدم على ان لا يقل عن 100 دينار، على لا يقل 100 دينار، نطلبهم ان يخلونا 200 دينار، شو مشكله يعني؟ يعني ليش احنا اذا تكلمنا بالامور الماديه يعني قعدوا لنا على الاخر يعني ليش؟ ليش تقول لك ليش تعزز ثقافه الاستهلاك في الشعب؟ اذا ال 100 دينار كافيه ليش تطلب 200 دينار؟ يا عمي هذا غيري، هذا غير الناس العاديه، هذا طلباته غير. يا اخي اذا كذي ايش حق يصرف لهم حفاضات؟ حق يصرف لهم مثلا حفاضات حق الاطفال، اكيد انه احتياجاتهم خاصه. هذا شيء احنا بس عشان الوقت ما يسرقنا. الشيء الثاني نطالب بتوضيح موضوع اصدقاء المعاقين، هذا عليه 14 خط احمر. الموضوع هذا لا يعتقدون راح يمر بسهاله، احنا قاعدين نراقب الوضع ونشوفه من الهيئه ونشوف الوضع. هذا موضوع يهمنا ويخصنا اصدقاء المعاقين، اللي هو موضوع وين الشك نشوف عندك؟ انه تنفيع راح يصير تنفيع. للاسف راح يصير تنفيع واحنا قاعدين وقاعد نطلع مخصصات ماليه. الله اعلم هذه غرها مدير الهيئه، اكيد راح يكون لهم شيء. تعتقد ان اصدقاء المعاقين يصير فيها ما راح يشتغلون بلاش يا عبد الله، ما راح يشتغلون بلاش، عرفت شلون؟ غيره طال عمرك نتمناه إنه يفعلون القانون كامل مادة مادة. هذا المطلوب، تفعيل القانون. لا تعتقد إني قلت لك خمس مواد إغرائية شوية حق الناس إنه والله مواد فيها مادية، لا بس إنه عشان الوقت أنا أقول القانون كله يهمنا. ما عندكم مشكلة مع أشخاص التعليم من صحة القانون. ونعم فيه إحنا ما لنا شغل فيه، إحنا مدير الهيئة اللي قدامنا. لو يكون علي ثواني مدير الهيئة راح هم بعد يسمع نفس الحكي. لا عصام بن حيدر تفضل. نعم فيصل، ماذا لديك في الرسوم الحكوميه اللي سهله جدا؟ ها ما قلتها. شنو الرسوم الحكوميه؟ اسقاط الرسوم الحكوميه او اعفاء من الرسوم الحكوميه. الرسوم الحكوميه واضحه. ماده 37 شنو اللي يطلق على اي شيء يطلق عليه رسوم حكوميه؟ تفضل. ماده 37 يقول لك يعفى الشخص ذوي الاعاقه من دفع كافه الرسوم الحكوميه. ماده في القانون موقع عليه، قانون موقع عليه حضر صاحبه السمو، يعني خالصين. طلع ذاك اليوم قرار، تخيل شوف الكاميرا والله يعني يشوفون القرار هذا من وكيل وزارة الداخلية. نعم. هذا مو من عندنا. نعم. شو يقول؟ إلغاء إعفاء ذوي الإعاقة من دفع يعني يدفعون الرسوم. قانون يقول إلغاء الإعفاء. إلغاء الإعفاء قبل، لأن الوكيل كان هذا كتاب الوكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، كان قبله في كتاب إنه جايهم كتاب من الهيئة ونظرا للقانون والمادة 37 أعفوا المعاقين. صدر هالكتاب اللي صدمنا صدمة. بعد اخوي عبد الله انت تقول القانون شلون تطبق؟ شلون تطبق القانون؟ قدام عينك يعني. نعم. ماده يعني صعبه، هذا اللي ابغى اتكلم فيه. واضح، تفضل. بالنسبه للجان الطبيه واللي قاعدين يصير العين في تنزيل التصنيفات وبعضهم يقولوا لهم انت خلاص الحين مو معاق. الحجه في شنو؟ الحجه ان عندنا تصنيفات عالميه. احنا نقول لهم يا اطباء، يا لجنه طبيه تعليميه، اللي هو لما تجيبون لنا تصنيفات عالميه رجاء يبولنا المجتمع هذا الغربي المتقدم، يبول عندنا هنا، يبول البيئة، يبول المنشآت، يبول المواطنين المثقفين اللي هناك الموجودين، يبول المسؤولين المثقفين اللي يقدرون يتعاملون مع الإعاقة، يبول المدارس، يبول المؤسسات، يبول العالم المتقدم. العالمي هذا يبوه هنا بعدين طبقوا التصنيف العالمي. هذا القانون الكويتي محطوط لمنه؟
لمعاقين بالكويت هنا عارفين وبيئة الكويت زين. بعد احنا بيننا وبين العالم كم 100 سنة لما ناخذ التصنيفات العالمية اللي هي متقدمة اللي يمكن نص المعاقين ما يعتبروا معاقين ونجيبهم هنا في بيئتنا مثل هذه لا شك ان راح نظلم المعاقين. علة ثانية قالوها اللي هو شنو انه والله انت عكازة ولا انت اذن واحدة ولا عين واحدة زين وانت قادر في عندنا بالتعريف قادر على العمل والمشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. انت تأكل وتشرب وتشتغل وعندك عيال ووظيفة وكذا. ما دريت يا دكتور ما دريت ان هذا بعيون واحدة. هل هو فعلا هذا اللي بعيون واحدة؟ هل هذا معاجز؟ هل هذا ما في عجز؟ انا حاولت اجرب اليوم وانا جاي اقمض عين واحدة واسوق شوي ولا شفت سيارة هفت مني ما شفتها زين فحاولت أقمض مني ولا سيارة مني. فهذا في عجز. هل هذا البنت هذه أو الولد تحطه في العلاقات العامة؟ هل أنت تحطه في التلفزيون المقدم؟ هذا ما في فرق بينه وبين المجتمع. هذا مسكين العري اللي ما ياخذ أو هذا اللي بأذن واحدة ما ياخذ. هل إذا تقدر تركض وياه العري بو عكازة تقدر تتمشى وياه وتلعب وياه يعني رياضة المشي ولا كذا؟ لا شك إن عندهم قصور ولا شك إنهم مو قادرين على قدم المساواة مع الآخرين. يا أطباء يا دكاترة لو الله يعني أرجو 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 إن الله سبحانه وتعالى ما يفتن أحد فيكم ولا عائلته في أحد من هذا عشان تحسون حسوا بعيالنا حسوا في المعاقين رجاء. وأخذ التصنيفات من المعاقين الحركي يروح نادي المعاقين، السمعي يروح نادي الصم، المبصرين الكفيفين روح جمعية المكفوفين. اللي دعوك يا دكتور يا دكتور جمال المرجان دعوك جمعية المكفوفين بكتاب رسمي ومايتهم عشان تشوف تصنيفاتهم. واضح. تختم بكلمة أخيرة. أختم بكلمة أخيرة. طال عمرك نشكر الأخ أحمد الهداب من وزارة الأسكان. الرجل كان له دور كبير في تفعيل المادة وتسريع صدور قرار اللي هي 34 الآن طبقت. هذه المادة اللي يتكلمون عنها هذه المواد اللي طبقت اللي هي أولوية السكن. الآن عندك طفل معاق 5 سنوات إذا كان شديدة، 3 سنوات إذا كان متوسطة، والبسيطة ما لها شيء. المهم أن القرار تفعل. نشكر أحمد الهداب في هالموضوع. وثانيا موضوع رئيس مجلس الوزراء سواء استجابة هذا قلنا إحنا في النهاية إلى الآن مو وقته، إلى الآن خط أحمر الصراحة. الشيء الثاني ندعو الجهات الإعلامية اليوم الأحد للتذكير بس الساعة 7 المغرب أخوي 7 المغرب إن شاء الله، وندعوهم للتواصل معنا. وأنا أدعو شخصيا أولياء أمور، أنا أدعو شخصيا أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الصغار أقل من 18 سنة والأخوان المعاقين إن الأب نعطيهم رقم موبايلنا يتواصلون معنا كجمعية. نعم كجمعية يتواصلون معنا عندنا التويتر بس نعطيكم رقم الموبايل. وندعو بعد كذلك اللي هي الجهات الإعلامية ان الجهات الاعلاميه واصلونا عشان يكونوا حاضرين ان شاء الله اجتماعنا اللي هو يوم الاحد. يكلمونا على الموبايل اللي هو رقمه 60 60 81 81 60 60 81 81. وفي النهايه اخوي عبد الله نشكركم ونشكر القناه بالخدمه صراحه حقيقه. خلني اقول شغله حقك وحق الاخوان صراحه حياديه مطلقه. الله يحفظك جد والله يا اخي والله حياديه. نشكركم ونتمنى القنوات الثانيه تتعلم منكم الحياديه صراحه. شكرا الله يحفظك ويسلمك. شكرا جزيلا على مشاركتكم. اتمنى ان تحل هذه المشكله مشاهدينا الاحبه. ابي اقول شغله قبل النهايه، شكرا جزيلا لكل من يقترح علينا، شكرا جزيلا لاصحاب الملاحظات، اصحاب الاشاده او اصحاب الانتقاد. وصلتنا الكثير من الاقتراحات خلال الفتره السابقه بشان ضيوف للقاء الراي، وصلتنا المئات من الأسماء. نحاول فريق الإعداد في لقاء الراي أن يعني نلبي احتياجاتكم. ما نقدر نجيب المئات في برنامج لقاء الراي، كل واحد عنده مطلب، كل واحد عنده اهتمام بشخصية معينة. نتمنى قدر المستطاع أن نلبي مطالبكم. نشوفكم على خير إن شاء الله، ودعواتكم للمعاقين، دعواتكم لذوي المعاقين، نتمنى أن تحل مشكلتهم. إلى اللقاء.